طلع وما سلمش عليه. إبراهيم وحسام راحوا له لكن ما بصش وفضل ماشي لحد الدكة، ولما التوأم مد إيده وما رضيش يسلم عليه. لقطة غريبة ما جابتهاش الكاميرات لإمام عاشور في مباراة بوركينا فاسو، تعالوا نشوف الحكاية. أزمة جديدة في منتخب مصر بطلها إمام عاشور نجم النادي الأهلي اللي فاجئ الكل في مباراة بوركينا فاسو، ووقت ما خرج من الملعب كتبديل كان زعلان لدرجة إنه ما سلمش على التوأم. فيديو انتشر على منصات التواصل الساعات اللي فاتت لإمام عاشور وهو خارج من الملعب، لكن المفاجأة كانت في رد فعل نجم الأهلي اللي رغم ان ابراهيم حسن ومدرب حراس المرمى وكمان العميد راحوا له والتوأم مد ايده لامام، لكن اللاعب رفض يسلم عليهم. امام كان غضبان من التبديل وشايف انه يكمل في الملعب على الرغم من انه وقت خروجه كان بيشتكي من الخلفيه وعنده شد اتسبب في انخفاض ادائه في الملعب. لقطه امام عملت جدل كبير على السوشيال ميديا ما بين منتقد لنجم الاهلي وما بين داعم ليه. المنتقدين شايفين ان اللي عمله امام فيه تقليل من التوأم ولازم يكون في حزم في التعامل مع اللعيبه، خصوصا ان ده مش الاهلي او الزمالك، ده منتخب مصر واللاعب لازم يحترم المدرب. المنتقدين لتصرف امام عاشور قالوا ان الواحد بيشوف حاجات غريبه من لعيبه كبار ونجوم، لما امام يعمل كده وهو نجم المنتخب المنتظر ايه من لعيبه تانيه. لكن الداعمين لامام قالوا انه ممكن يكون زعلان من الاصابه ومش قصده يعمل كده، وممكن يكون ما خدش باله، ومش لازم نحكم على اللاعب من غير ما نعرف كواليس الواقعه. امام نجم كبير واللي عمله طبيعي، ممكن زعل انه تبدل وكان شايف انه يستحق يكمل. امام معلقش على الواقعه، لكن الساعات اللي فاتت كان في تصريح مثير من مدير منتخب ابراهيم حسن اللي كشف مفاجاه غير متوقعه عن تصرف امام. ابراهيم حسن قال ان امام عاشور شعر باجهاد في العضله الضمه ومع عمليات الاستشفاء هيكون جاهز لمباراه غينيا بيساو. كمان ابراهيم حسن قال ان امام عاشور لم يغضب بعد استبداله، هو وشه كده عامل زي القطط السيامي مش بيبان عليه، ما شفتش انه كان زعلان. امام شعر بالام في العضله الضمه عند استبداله وهو زعل من كده، لكن ان شاء الله لن تؤثر عليه، هو فقط سيخضع لتدريبات تاهيليه واستشفائيه. واكد ابراهيم حسن وقال مفيش اي غضب من امام، لاول مره اسمع كده، ما تقلقوش، روح اللعيبه فوق الوصف، كل حاجه تمام، اللاعبون يتعاونون معنا والجميع يتسابق كي يكون متواجد في الفريق، سعداء بالفوز على بوركينا فاسو، منتخب قوي للغايه واقوى منافسينا في المجموعه، لكن نجحنا في تحقيق 3 نقط في غايه الاهميه، قدمنا مستوى جيد في المباراه وتحكمنا في المباراه. لكن يا ترى هل فعلا امام عاشور كان زعلان من الاصابه ولا استبداله كان سبب في حاله الغضب اللي حس بيها، وهل هيكون أساسي في المباراة اللي جاية؟ خلونا نشوف.